أهلاً أصدقائي، هيا نتعلم الحروف الأبجدية العربية. هيا نفكر، نتعلم ونقرأ. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ حرف الألف. اخترنا لكم 4 كلمات تبدأ بحرف الألف. أرنب، أناناس، ألوان، أرجوحة. هيا يا أصدقائي لنقرأ معا الكلمات التي تعلمناها بحرف الألف. هيا يا أصدقائي. أرنب، أناناس، ألوان، أرجوحة. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف الألف. هيا أصدقائي فكروا معي. أمي. رائع، أعطيني كلمات أخرى تبدأ بحرف الألف لو سمحتي. حتى أصدقائي، لنفكر معا. أبي. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ أجل، إنه حرف الباء. اخترنا لكم 4 كلمات تبدأ بحرف الباء. هيا نبدأ. بطة، بطيخ، بطاطا، بيت. أحسنتي. هيا أصدقائي لنقرأ معا الكلمات التي تعلمناها بحرف الباء. بطة، بطيخ، بطاطا، بيت. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى بحرف الباء. بالون. أعطيني كلمات أخرى تبدأ بحرف الباء لو سمحتي. حتى أصدقائي لنفكر معا. بيضة. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ حرف التاء. اخترنا لكم 4 كلمات تبدأ بحرف التاء. تاش، تين، توت، تفاح. رائع، هيا أصدقائي لنقرأ معا الكلمات التي تعلمناها بحرف التاء. تاج، تين، توت، تفاح. والآن لنفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف التاء. تمر. رائع، أعطيني كلمات أخرى تبدأ بحرف التاء لو سمحتي. حتى أصدقائي لنفكر معا. تنين. أحسنتي. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف الثاء. اخترنا لكم 4 كلمات تبدأ بحرف الثاء. هيا نبدأ. ثعلب، ثلاثة، ثور، ثوم. هيا أصدقائي لنقرأ معا الكلمات التي تعلمناها بحرف الثاء. ثعلب، ثلاثة، ثور، ثوم. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى بحرف الثاء. ثلج.
أعطيني كلمة أخرى تبدأ بحرف الثاء لو سمحتي. حتى أصدقائي لنفكر معا. صعبان. هو الحرف اليوم، هل تعلمين؟ إنه حرف جيم. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف الجيم. هيا نبدأ. جمل، جزر، جرس، جندي. رائع. هيا أصدقائي لنقرأ معا الكلمات التي تعلمناها بحرف الجيم. جمل، جزر، جرس، جندي. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف الجيم. هيا أصدقائي فكروا معي. جبنة. رائع. أعطيني كلمات أخرى تبدأ بحرف الجيم لو سمحتي. لنفكر معا. جبل. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف الحاء. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف الحاء. هيا نبدأ. حمامة، حصان، حوت، حليب. رائع. هيا أصدقائي لنقرأ معا الكلمات التي تعلمناها بحرف الحاء. حمامة، حصان، حوت، حليب. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف الحاء. هيا أصدقائي لنفكر معا. حديقة. أحسنتي. أعطيني كلمات أخرى تبدأ بحرف الحاء لو سمحتي. حسنا أصدقائي لنفكر معا. حبل. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف الخاء. تن تن تن. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف الخاء. يا نبدأ. خوخ، خيار، خبز، خيمة. رائع. هيا أصدقائي لنقرأ معا الكلمات التي تعلمناها بحرف الخاء. خوخ، خيار، خبز، خيمة. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف الخاء. خروف. رائع. أعطيني كلمات أخرى تبدأ بحرف الخاء لو سمحتي. حسنا أصدقائي لنفكر معا. خس. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف الدال. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف الدال. هيا نبدأ. دب، دجاجة، دراجة، دلفين.
أصدقائي لنقرأ معا الكلمات التي تعلمناها بحرف الدال. دب، دجاجة، دراجة، دلفين. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف الدال. هيا أصدقائي لنفكر معا. ديك، رائع. أعطيني كلمات أخرى تبدأ بحرف الدال لو سمحتي. حسنا أصدقائي لنفكر معا. ديناصور. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف الذال. اخترنا لكم 4 كلمات تبدأ بحرف الذال. هيا نبدأ. ذرة، ذهب، ذبابة، ذئب. رائع. هيا أصدقائي لنقرأ مع الكلمات التي تعلمناها بحرف الذال. ذرة، ذهب، ذبابة، ذئب. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف الذال. هيا أصدقائي لنفكر معا. ذراع، رائع. أعطيني كلمات أخرى تبدأ بحرف الذال لو سمحتي. أجل، هيا أصدقائي لنفكر معا. ذيل. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف الراء. اخترنا لكم 4 كلمات تبدأ بحرف الراء. رمان، رايا، رامل. أصدقائي لنقرأ معا الكلمات التي تعلمناها بحرف الراء. رمان، راية، رمل، ريشة. أيضا رائع بحرف الراء. را را رائع. أحسنتي. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف الراء. رغيف، رائع. هيا نفكر بكلمة أخرى تبدأ بحرف الراء لو سمحتي. حسنا أصدقائي لنفكر معا. رسالة. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف الزاي. اخترنا لكم 4 كلمات تبدأ بحرف الزاي. هيا نبدأ. صهرة، زيت، زيتون، زرافة. رائع. هيا أصدقائي لنقرأ مع الكلمات التي تعلمناها بحرف الزاي. زهرة، زيت، زيتون، زرافة. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف الزاي. لنفكر معا. رائع.
والآن لنفكر بكلمة أخرى تبدأ بحرف الذي. حسنا، لنفكر معا. ستة. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف الصين. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف السين. ساعة، سفينة، سلحفاة. الكلمات التي تعلمناها بحرف السين. ساعة، سفينة، سلحفاة، سمكة. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف السين. سيارة. أحسنتي، أعطيني كلمة أخرى تبدأ بحرف السين لو سمحتي. حسنا، أصدقائي لنفكر معاً. سرير. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف السين. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف الشين. هيا نبدأ. شمس، شباك، شاحنة، شجرة. رائع، هيا أصدقائي لنقرأ معا الكلمات التي تعلمناها بحرف الشين. شمس، شباك، شاحنة، شجرة. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف الشين. هيا أصدقائي فكروا معي. شمعة. أحسنتي، أعطيني كلمة أخرى تبدأ بحرف الشين لو سمحتي. حسنا، أصدقائي لنفكر معا. شريط. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف صاد. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف الصاد. هيا نبدأ. صوص، صاروخ، صندوق، صقر. أحسنتي، هيا أصدقائي لنقرأ مع الكلمات التي تعلمناها بحرف الصاد. صوص، صاروخ، صقر، صندوق. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف الصاد. هيا أصدقائي لنفكر معا. صياد. أحسنتي، أعطيني كلمة أخرى تبدأ بحرف الصاد لو سمحتي. حسنا أصدقائي لنفكر معا. صمغ. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف ضاد.
بحرف الصاد. هيا نبدأ. ضفدع، ضحكة، طبع، ضابط، رائع. هيا أصدقائي نقرأ مع الكلمات التي تعلمناها بحرف الضاد. ضفدع، ضحكة، طبع، ضابط. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف الضاد. هيا نبدأ. فكروا معي. درس، أحسنتي. هيا نفكر بكلمة أخرى. حسنا، لنفكر معك. ضوء. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف الفاء. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف الطاء. هيا نبدأ. طائرة، طف، طاووس، طبيب. أحسنتي. هيا أصدقائي نقرأ مع الكلمات التي تعلمناها بحرف الطاء. طائرة، طف، طاووس، طبيب. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف الطاء. لنفكر معا. طاولة. أحسنتي. هيا نفكر بكلمة أخرى. حسنا، هيا نفكر. طبي. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف الضاء. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف الضاء. هيا نبدأ. ضبي، ظلام، ظهر. أحسنتي. هيا أصدقائي لنقرأ مع الكلمات التي تعلمناها بحرف الضاء. ضبي، ظلام، ضف، ضهر. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف الضاء. ضمان، ظرف. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف عين. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف العين. هيا نبدأ. علب، عصفور، عين، عسل. أحسنتي. هيا أصدقائي لنقرأ مع الكلمات التي تعلمناها بحرف العين.
عنب عصفور عين عسل. والآن هنفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف العين. عصير. أحسنتي. كلمة أخرى. إنثى. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف غين. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف الغين. هيا نبدأ. غصن. غسالة. والآن هنفكر بكلمة أخرى تبدأ بحرف الفاء. حسناً هيا نفكر. فستان. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف القاف. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف القاف. هيا نبدأ. قمر. قلم. قارب. قطة. أحسنتي. هيا يا أصدقائي لنقرأ مع الكلمات التي تعلمناها بحرف القاف. قمر. قلم. قارب. قطة. والآن هنفكر بكلمة أخرى تبدأ بحرف القاف. لنفكر معا. قفر. أحسنتي. هيا نفكر بكلمة أخرى. هيا أصدقائي لنفكر معا. قبة. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف الكاف. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف الكاف. هيا نبدأ.
كتاب، كرز، كرة، كاميرا. أحسنتي. هيا أصدقائي نقرأ مع الكلمات التي تعلمناها بحرف كاف. كتاب، كرز، كرة، كاميرا. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف الكاف. كرسي. أحسنتي. والآن كلمة أخرى لو سمحتي. حسناً، هيا نفكر معاً. كأس. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف اللام. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف اللام. هيا نبدأ. لحم، لعبة، ليمون، لمبة. أحسنتي. هيا أصدقائي نقرأ مع الكلمات التي تعلمناها بحرف اللام. لحم، لعبة، ليمون، لمبة. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف اللام. هيا نفكر معاً. لوز. رائع. والآن هيا نفكر بكلمة أخرى تبدأ بحرف اللام. لنفكر معاً. لؤلؤ. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف ميم. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف الميم. هيا نبدأ. مثلث، موز، مئص، مسجد. أحسنتي. هيا أصدقائي لنقرأ مع الكلمات التي تعلمناها بحرف الميم. مثلث، ماوس، مقص، مسجد. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف الميم. هيا نفكر معا. مكتبة. أحسنتي. والآن هيا نفكر بكلمة أخرى تبدأ بحرف الميم. حسناً، لنفكر معاً. ملعقة. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف النون. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف النون. هيا نبدأ. نحلة، نملة، نجمة، نخلة. أحسنتي. هيا أصدقائي نقرأ مع الكلمات التي تعلمناها بحرف النون. نحلة، نملة، نجمة، نخلة. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف النون. نعامة. أحسنتي. هيا نفكر بكلمة أخرى. حسنا، لنفكر معا. نهر. ما هو الحرف
اليوم هل تعلمين؟ إنه حرف الهاء. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف الهاء. هيا نبدأ. هدية. هدهد. هاتف. هلال. رائع. هيا أصدقائي نقرأ مع الكلمات التي تعلمناها بحرف الهاء. هدية. هدهد. هاتف. هلال. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف الهاء. لنفكر معا. هرة. أحسنتي. كلمة أخرى تبدأ بحرف الهاء لو سمحتي. حسنا لنفكر معا. هرم. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف الواو. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف الواو. هيا نبدأ. وردة. ورقة. وسادة. ولد. أحسنتي. هيا أصدقائي نقرأ مع الكلمات التي تعلمناها بحرف الواو. وردة. ورقة. وسادة. ولد. والآن هل نفكر بكلمة أخرى تبدأ بحرف الواو. وزة. أحسنتي. والآن هيا نفكر بكلمة أخرى. حسنا لنفكر معا. وسام. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف الياء. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف الياء. هيا نبدأ. يد. يخت. يويو. كتين. رائع. هيا أصدقائي نقرأ مع الكلمات التي تعلمناها بحرف الياء. يد. يخت. يويو. يقطين. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف الياء. يا ماما. أحسنتي. هيا نفكر بكلمة أخرى تبدأ بحرف الياء. حسنا لنفكر معا. ياقوت. أصدقائي هل وجدتم كلمات أخرى تبدأ بحرف الياء؟ اكتبوا لنا كلماتكم المميزة في التعليقات، سنفرح كثيرا بقراءة تعليقاتكم المميزة. شكرا لكم أصدقائي، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. لا تنسوا الاشتراك. أهلا أصدقائي، هيا نتعلم الحروف العربية بالحركات. فتحة. ضمة. كسرة. أ أو إي. ب بو بي. ت تو تي. ث ثو ثي. ج جو جي. ح حو حي. خ خو خي. د دو دي. ذا ذو
ذي را رو ري زا زو زي سا سو سي شا شو شي صا سو صي دا دو تي طا تو طي ظا ذو ذي ع عو عي غ غو غي ف فو في ك كو كي ك كو كي لا لو لي ما مو مي نا نو ني ها هو هي و و وي يا يو اي. هيا نقرأ الحروف مع كلماتها. أ أبي، أو أمي، إي إشارة، ب بطة، بو برتقال، بي بئر، ت تمر، تو تفاحة، تي تمساح، ث ثعلب، ثو ثوم، ثي ثمار، ج جرس، جو جندي، جي جسر، ح حليب، حو حوت، حي حصان، خ خس، خو خوذة، خي خيار، د درج، دو دب، دي ديك، ذا ذهب، ذو ذرة، ذي ذراع، را رمل، رو رمان، ري ريشة، ذا زيتون، ذو ظهور، ذي زر، ص سيارة، سو سلحفاة، سي سنجاب، شا شمس، شو شرطي، شي شباك، ص صاروخ، سو صوص، سي سنارة، ض ضوء، دو درس، دي ضفدع، ط طبل، تو طيور، تي طفل، ظ ظبي، ذو ظروف، ذي ظفر، ع عسل، عو علبة، عي عنب، غ غيمة، غو غوريلا، غي غراء، ف فراشة، فو فرشة، في فيل، ق قارب، كو قنفذ، كي قطار، ك كرز، كو كرسي، كي كتاب، لا ليمون، لو لؤلؤة، لي لحاف، ما مسرح، مو مهندس، مي مقص، نا نحلة، نو نجوم، ني نمر، ها هرم، هو هدهد، هي هلال، و وردة، و وجوه، وي
وسادة يا ياقوت يو يويو يي يين. والآن لنقرأ الحروف بتشكيلاتها. أو إي بابو بي تاتو تي ثاثو ثي جاجو جي حاحو حي خاخو خي دادو دي دادو دي رارو ري ذاذو ذي ساسو سي شاشو شي صاصو صي ضضو ضي طططو طي ضضو ضي عاعو عي غاغو غي فافو في قاقو قي كاكو كي لالو لي مامو مي نانو ني هاهو هي واو وي يا يو يي. شكرا لمشاركتكم الجميلة. لا تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء.